السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه كليك اب بيبدأ يعمل لك تنظيم للمشروع بتاعك والمهام اللي انت المفروض تعملها. طيب لو انا عايز استورد حاجة من مواقع اخرى فممكن اقول له انا عايز اعمل امبورت او اكسبورت. طيب هقول له دي انا كنت بعمل امبورت قبل كده, فاقول له ستارت امبورت, ابدأ اختار المكان اللي انا عايز اعمل امبورت منه وليكن مثلا تريلو. ابدأ اختار الحساب بتاعي اللي انا عايز استورده, اقول له allow, فهيبدأ ياخد المعلومات ويبدأ يضيفها للموقع. فبيقول لي انت عندك 32 بورد, حطهم في اني بورد, ممكن تقول له كاستمايز وتحدد كل واحدة فيها هيبقى اسمها ايه. فبيقول لي انت عايزها على اي سيكشن از ستيتس ولا عايزها كليست, فبقول له سيكشن از ستيتس او زي ما انت عايز يعني. طيب انت عايز تحطها مع اني يوزر, عايز الاركايف كارد, وهل انت عايز تعمل اتاشمنت فروم تريلو. فبيقول لي خلاص اتعملت, واجي لك ايميل اول ما الموضوع ده يخلص. انجوي.